وش هالفوضى؟ شو هيدا خيو؟ تعبوا علي، تعبوا علي، ابو علي فين رايح؟ شو هيدا خيو؟ بدري احنا رايحين سواري يا اخي، خلني سوري ابو علي. شو رايح؟ خلني ابو علي، يعني لازم تقتل متعه. كاني سوري، فهمت؟ مسافر انت؟ بروح المي بابا ماما وبيي. تروح عند بيك؟ بيي وماما هنيك سوريه، ايش رايك؟ روح، مين ماسكه؟ يعني انت معايا؟ انا اروح معاك؟ ايوه. لا عشان هناك ترجم لي. مش هترجم لك. ليش انت رايح على دولة اجنبية؟ ما حد معجب، ما انتم ما ولا واحد منكم معجبني. ما حد، انا يا احمد ما احد معجبني، وانا يا احمد يحق لي ما يحق لغيري. ماذا تفعلون؟ لا انتم ولا غيركم، ولا فقرة بدون تميز، ولا فقرة التمييز، ولا اي فقرة. نعم صمنا. نعم ساعة واحدة وربع. ليش؟ ساعة واحدة وربع. وش دخلت علينا؟ يعني انتوا الشيب لا انا رحلة طيران. انتوا ما شاء الله جايين بدري، اذا انا بيكم بدري ما تجون بدري. لا شغالين عندكم حنا ما شاء الله. لا انتم تحددون لي الاوقات. انا اذا ما انتم عارفين اسم احمد، احمد الحالة اسمه يغرد عنه، فما بالك اذا احمد منطبق علي. سكوت 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 سكوت. تاخر على الوقت، هذا لا يرضي. سكوت. الموظف هذا اللي تاخر جنب قصر الله. وشو؟ اضربني. تعال احسن شيء اضربني، احسن شيء. لا هدري عليه. لا اضربني احسن شيء. لا اضربني احسن شيء. لا اضربني احسن شيء. اضربني اضربني احسن شيء. ولا انت اضربني احسن شيء. والله لا هاب ولا علي من ابن امه. انا رجال، بس هذا انا رجال اقدح من راسي يا رجال، ولا علي من احد. لا 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 ما اسمع، ما اسمع تاخر، هذا غير مبرر. عفك بهالمنديل. حسبك تهددني بمخده؟ حسبك تضرب مخده؟ ها حلهم بينهم واقعية على الواقع. يضرب مقدم. عطني الشاشات. النظارة. لا لا. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم العيال اليوم السبعين معذورين، عندهم شحنات كهربائية غبية جالسة تطلع بنقطة الظهرية هذه، لذلك يصيحون. بسم الله قلت طباين يتهاوشون مع بعض، لكن ما عليكم. ها هذول المهم، ما في مشكله، الامور طيبه. واحد انكسرت نظاراته، يلا الامور طيبه. انكسرت نظاراته، كسرت نظاراته، كسرها كسرت نظاراته. خويك ارحب، خويك خويك اللي نقص. كسرت نظاراته يا ويلك يا ويلا 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 يا ويلا. بسك تجي حارتنا. اعطوني الشاشات بالله، موت الشاشات. تدري كم صار لك؟ شوف وين الكاميرا عليك. يعني ما عند شيء، يعني ما عند شيء عند هالنظاره هذه. جيب نظاره اليوم جيب نظاره اليوم. معنا الشاي. ايوه معنا. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين تهاوشوا مع بعض. يا ابو سلطان هذا كسر نظاره خويه، فلذلك انظر ارجو رجعتها انك تنظر بالشيء. لذلك طيب خلونا نمسي وخلونا نصبح ونهلل بهاليوم الخميس. اول شيء صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك وعبدك محمد، افضل الصلاه واتم التسليم. مساء الخير ومساء النور ومساء الاحساس ومساء الطيبه للناس اللي ظهريه الحين، اللي بعضهم حاطين يده بالغداء وجالس يتابعنا، واللي بعضهم جالس يهرج، واللي بعضهم جالس يقول يا غث هلادمي، واللي بعضهم يقول يحبنا الهلادمي. مساء الخير سواء من امهاتنا، من اخواتنا، اخواننا، ابائنا، يا مرحبا فيكم في اليوم الثاني 72. اليوم البزنس 72، نبي نشعل اليوم الفقره ان شاء الله تكون خفيفه حلوه. في بعضهم سالونا عن الفقرات، ليش يا احمد الفقره صارت قصيره مش زي قبل؟ صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على النبي. فقره المطبخ يا جماعه هي فقره تكون تفاعليه، تكون فقره جزء كبير من المقدم لازم يكون رياليتي مع الشباب. يعني مش فقرة رسمية، مش فقرة حوارية، مش فقرة انتقاد. ففي بعضهم لما نكون نضحك وننبسط تجي يا كمقدم تجي مع اوكي ممكن انت كمقدم لو تجي فقرة حوارية وتتكلم مع المتسابق لازم تاخذ وضعية ثانية. لكن المتسابق انا مجرب من تجربة قصيرة، انا اعرف الشعور هذا. فكل ما صار المقدم قريب لهم كل ما نجحت الفقرة. بعيدا هل هي رسميه، هل هي رياليتي، هل هي هبد، هل هي تعليق على ناقه، اي شيء. فلذلك بعضهم يتكلم لي ومن هالكلام تكون مره قصيره مره طويله. الحين تغيرت لان مسك الاعداد راشد واحمد، اول كان سالم اخونا،
فتغيرت مره طول مره تقصر على حسب الطبخه، مو زي قبل اذا الطبخه 30 دقيقه احنا نجلس ساعه، هنا نبرد حنا والشباب يبردون، وقتها الشباب ما يمديهم ينامون ولا شيء. فهذا اللي يسالون ليش القصر وليش كذا، فمره تقصر مره طول على حسب الطبخه، على حسب الجو، على حسب اجواءنا، على حسب اشغالنا، فتكون حلوه نقدر نطلعها بشيء حلو، يعني شيء قليل وحلو اشوى من شيء كثير وممل. فهذه فمساء الخير اليوم، ولا تنسون تشاركونا بالهاشتاج 72 كل 5 دقائق 10 دقائق بسحب 200 نقطه 200 نقطه 200 نقطه ثلاث اشخاص تمام. فالله يوفقك. الشهر الاخير هل بيكون لانه يقولون في البدايه ما تدبل، الشهر الثاني تدبل، الشهر الثالث يكون ادري هي الان هي متدبله الان. لا انا عندي الان يعني كمقدم له نقاط، كمقدم له نقاط غير يعني النقاط اللي يعني مثلا في مقدم يعني هذه برا البرنامج. انا من ناحيه تقريبا تجمعت عندي قبل 600 تقريبا حوالي 1000 نقطه انا، فهذه انا اسحبها، اسحب عن طريق حسابي، اسحب عن طريقتي انا، لكن اللي بالمطبخ الان 600 دبلت، كان 300 بس دبل يوم دخلنا نصف البرنامج، نهايه البرنامج يقولون 3 قصدك 1200 يعني تصير إيه؟ تدبل المطبخ، فقره المطبخ هذه كل نقاط. الفقرات تدبل ايه الان 1200 المطبخ بعد نهايه البرنامج، يعني اذا دخلنا الشهر الاخير يكون تمام فيه. تمام خلاص شوفوا منظور موضوع موسى يكلمون الاعداد الحين تمام. شوف طيب يلا الان يبي اسحب القرعه، يلا 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 تعالوا يلا 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 ها يلا ها بسم الله يلا طيب كبره يعني حط كتاب بيدك انت ما ادري هذه قرعتها ايدك ثلاث سنين لا ها بالله اي والله ما كسرت نظارات المره دي مشي لك سيرك نظارات تبي نعطيك عادي اعطيك عيون هذه نظارة تدري انها اغلى من اخوياي والله ثلاث سنوات وهي معي ما حد مهتم ولا سبحان الله ترى هذه فيها رساله تعال شهرين هنا نفسك ترى فيها رساله وش هي؟ مع نفسك هذه النظاره فيها ثلاث سنين معاك شوف حتى النظاره قصه وفاء عجيبه قصه وفاء ما في مثل القصه هذه شوف كيف طيب خل عن الوفاء واسحب ممكن كم 75 يوم طيب 75 يوم ولا شيء يعني طيب نظرك يتعدل بعد كل الله يرحم والديكم احنا ما احنا جايين هنا نعطي عظه وعبره اسحبوا احنا جايين نطبخ راجع اقرب سنوات اسحب خذها معك اقرب عياده كل واحد يفك اسحب وري الكاميرا طبخه البارده والطبخه الحاره هذه يلا طيب نبدا الان الشرح مع ابو علي يلا الطبخه الحاره يلا الله البارده وين البارده هنا تفضل موسى انتم استلموا الطبخه الحاره عده ما يشوف ايش الشيف ابو علي الان يشرح الطبخه اشرح لي ابو علي يلا وبعدها نشاركم معك اشرح لك الطبخه والله المفروض هو ياخذ الحاره يا ابو ليه لانك خاص على كل حال ها والله ما ادري انت مستعجل عاد حظك والله ما شفت حول الله اني فايز الكلام تتابعه هو حظك يا عوي حظك يا عوي ابدا اخذهم اشرح يا شباب اشرح بالي لو سمحتوا عشان يفهم الطبخه لازم يكون فيه هدوء شوي لا هذا خبز اعلامي لازم يخرع عليه روح بعلي عندك انت المايك عندك الطبق البارد اليوم عباره عن قرص بيض او بيض مخصوص عشان نصلح البيض المخصوص كمية الطماطم لازم تكون أكثر من كمية البصل بتعادل كمية البيض المكونات هي بيض طماطم بصل كزبرة خضراء صلصة طماطم سمن عربي وملح ورح نستعين ببهارات مقدار من الكمون والبهار المشكل أول مرحلة رح قطع البصل قطع صغار مرة الطماطم رح قشره تقشير زي البرتقال القشرة هذه تطلع برا ويتقطع صغير أنت تبي زبدة الطماطم زبدة الطماطم حلو تمام حلو نحمص البصل بالسمن وننزل عليه نضيف عليه الطماطم حلو نضيف عليه الصلصه حلو بس يتسبك شوي حلو بعطيه البهارات والملح حلو وبكوني خفقت البيض انا في الطاسه حلو طلعت البيض برا خفقته حلو وبصبه على الوجه بدون ما احرك حلو البيض راح تحط له ملح بس وبس اللي اضفت البيض غطي على نار هاديه بالبدايه نار عاليه مدة 3 دقائق نار عالية بعد 3 دقائق نزل النار على الأخير واكتمه لمدة 5 دقائق حيطلع معك قرص كامل وينقلب يصير من فوق الصلصة والطماطم ومن تحت البيض بيض حلو. مخصوص حلو. حلو حلو شغلة فنية حلوة راح تبدع فيها إن شاء الله أملح الكشنة بعدين أملح البيض إيه أملح البيض مع الخفق بالتوازن إيه بالخفق يا هلا بالشباب شلون هلا بك
ابطال ابطال الطبخ. عفا عليك يا ابو علي. الطبق الثاني يشبه للاول لكن حيكون فول تاوا. عشان نصلح الفول التاوا نقطع البصل طماطم نضيف له الصلصه الملح البهارات بهارات كزبره بصل وطماطم يعني صغار يعني صغار مره نسوي كشنه في زيت الزيتون زيت زيتون نقول المكونات مع بعض زيت زيتون صلصه فول جاهز للطبخ بصل طماطم كزبره خضراء بالاضافه للبهارات انا استعنت بمقدار بهار عثماني كزبره بديل الماجي راح استخدم عشان يعطيني نكهه اقوى والكمون على الوجه بعد ما ينتهي بحط له كمون على الوجه والكزبره. اول مرحله راح نحمص البصل مع الطماطم وبعدين بعطيه عرق كزبره خضراء للحمسه نفسها. اول شيء معلش ايش؟ طماطم بصل طماطم ناعم نحمسهم بنصف كميه زيت الزيتون. نصف الكميه هذه راح تحمص فيها والنصف الاخر راح تحطه على الوجه. حلو. تمام؟ بس اللي جهزت الكشنه من بصل طماطم صلصه بهارات شوي بضيف الفول مع الماء اللي فيه وبهرسه تمام؟ حلو تمام بهرس فيه هو على النار حتى يتسبك ماء لازم يكون مو جامد مره سايل شوي حلو بس تغرفه وجاهز وتزينه بالكزبره الخضراء الحين بعد ما اضيف الطماطم والبصل احمسه احط عليه كزبره شوي صح؟ ايه لا هذه الكزبره الناشفه ايه الخضره للزينه على الوجه نضيف البهارات يعني حلو ايه كل هذه البهارات اي نعم كمون بديل الماجي كزبره خضراء وبهار عثماني وصلصه وملح نعم بعد ما تخلص لا شوي احمسها بعدين اضيف عليها هذا بالماء اهرسه تهرسه حتى يتجانس مع بعضه لين غادي سايل اي ويصير عندك صوص سميك ايوه بكون خليت نص كميه زيت زيتون بتحطه على الوجه زيت زيتون على وجه اذا خلصت اذا خلصت ايه نص الكميه حتحمص فيها ونص ايه الكميه على الوجه أيه. لانه زيت الزيتون بيعطي نكهه جيده. حلو ابو علي انا عين فهمت بس ممكن تعيد اخر مره؟ شو عيد؟ اخر مره يعني. شو عيد شو عيد؟ أيه. المغدير انا مستحيل انا بعرفك انت يعني عم تمزح انت صح؟ لا لا عم تمزح؟ شوي طيب راح نحمص البصل حلو طبعا يتقطع الطماطم يتقطع ينحمس وينضاف له الصلصه حلو وينضاف له البهارات ايه صلصه الطماطم ينضافوا البهارات وقليل من الملح ممتاز تمام وبس اللي تسبكت الحمسه كلها الطماطم والبصل مع الصلصه بضيف الفول وبصير بهرس هو على نار هاديه حتى يتجانس كله مع بعضه بغرفه بصحن وبحط له زيت زيتون وبقطع له شويه كزبره على الوجه بيكون جاهز طيب زيت الزيتون اول شيء نحط نص ها قبل الطماطم البهارات اللي حط المقدار كذا البهارات هذا المقدار ها حلو خلص من كل نوع بهار ابو علي زيت الزيتون يعني قبل كل شيء نحط نص وبعد كل شيء نحط نص ايه زيت الزيتون على وجه الفول طيب صح؟ ايه على الحمص على الفول على طول زيت الزيتون بيعطي تست اهم شيء يعجبك اهم شيء ايه نعم اهم شيء يعجبك ان شاء الله بيعجبك زين اهم شيء يعجبك اهم شيء الطعم اهم شيء الطعم ايه والشكل الشكل والنظافه والنظافه كذلك والسرعة طبعا طبعا طيب التقطيع صغار موفقين ان شاء الله صغار صار ايه مرة الطماطم مرة صغار ربع ساعة ربع ساعة تقطع يلا 20 دقيقة لا تزعل 20 دقيقة 20 دقيقة 20 الحارة سهلة بس سهلة فاصوليا وتوميتو بالانجلش اللي ما تعرفون تشيز يعني جبن اللي ما تعرفون بالانجليزي ووتر اللي هو موية يعني بسيطة مرة طب يعني وهنا مرة بسيطة بيض بالانجليزي وش؟ بالانجليزي؟ ايش رايك؟ انت امس قايل اني انا ملكت؟ لا مستحيل مو انا قايل؟ انا والله ما صدقت بس استغربت في ناس عم تبارك لي يعني على سناب على تويتر مستحيل مستحيل اقول كذا تبلع عليك انت رجال ابو عائله لا يعني علي استغربت والله لا تعرفني انت ابو الله يعطيك العافيه المهم يلا نبدا التايمر 20 دقيقة لأن الطبخ اليوم سهلة لبيه وتر مويه وتر يلا اي وتر يعني انجليزي لعبتي عادي يعني من يوم اني طلعت انجليزي يلا جهزوا طبعا موسى ما شاء الله بتحمس وبادي موسى تراك تعتبرت بادي قبل لا يبدا لا الا مقطع انت هذا لا والله قلت ابدا انا قلت لك لا تبدا قبل يلا 1 2 3 جو ابتدى رسم الخريطه وبدينا للمشاهد من غلا وشوي
بجينا تابعونا واتركوا الباقي علينا واقعيتنا على الواقع جميل واقعيتنا على الواقع جميل واقعيتنا على الواقع جميل التحدي والتنافس والفكاهة والثقافة والأصالة والنزاهة والنصايح والبساطة والنباهة أعرف وأنا هرج. طيب أدخل تعندوني عندكم كوني من العناد كوني من العناد ارحم والديك يا راشد. طيب شباب الحين ما شاء الله بادين يتحمسون. أحمد يفرم البصل تقول فرم له واحد من حاقدين عليه. والله يا ولد الهدف انه يكون صغير لكن طلع بكبر راس الاسراج. والله انا حاسس عم فك جوال ما عم انا احس فيه. اوه يسوي كذا ما ادري ايش في انت خايف منها يا لا يا ولد يبتين على هالظهر ما نفك. انا اعترف يا احمد عادي والله. الله ريحه الكشنه واضح واحد ذابح الجوع. طيب اعطونا الشاشات بالله عليكم عشان صدق نعرف وين نتكلم وين تروح. هذا تحرقها مسوي غير. لا لا انا عارف هذه حركات او مش عشوائي قطه محمود عارف كله سرعة سرعة. لا مش حتطلع مستحيل ما في تنقل. الله الله كلام جديد يا محمود كلام جديد. واقعيتنا على الواقع جميل تبغى طب دقيقة تبغاها عناد. طبعا يا جماعة هو رفع انا جالس اتناقش واتهاوش مع العداد. شوف شوف رفع الصوت عشان انا ما اتكلم. شفتوا العناد ما ادري صوتي يوصلكم او لا لكن من العناد انا بعطي المطبخ كله ميوت وخلوا الفقرة تنفعكم. انا اعلم اخلي كل المتسابقين يعطون ميوت. طيب كله من تعاندني انا يا راشد. طيب خذوا عناد شباب كل مصلحة أعلمك مصلحة الفقرة كيف. شوف البيوت اللي يجي الحين شوف البيوت الجماعي. شباب أحمد محمد موسى إيه كلكم سووا ميوت كلكم سووا ميوت سووا ميوت سووا ميوت سووا ميوت سووا ميوت سووا عزك يخصموا علي الله راشد يخصموا علي يا أحمد وإيش
حياتنا على الواقع جميلة، التحدي والتنافس والفكاهة والثقافة والأصالة والنزاهة والنصايح والبساطة والنباهة، واقعيتنا على الواقع جميلة، واقعيتنا على الواقع جميلة، واقعيتنا على الواقع جميلة. في ثلاث شروط تجمعنا المحبة، من يحب ربنا كل يحبه، يا مسوي البن في الفنجال صبه، واقعيتنا على الواقع جميلة، واقعيتنا على الواقع جميلة، واقعيتنا على الواقع جميلة. اتفقنا يا جماهير اتفقنا، واقعيتنا على الواقع جميلة، واقعيتنا على الواقع جميلة، واقعيتنا على الواقع جميلة. يا محبين التجدد في البرامج، تابعونا والحلو ما هو بسامج، بمجال الابداع لا الابداع دامج، واقعيتنا على الواقع جميلة. مستمر في كبر قدره وارتفاعه، ولا يفوتك حتى ولو نصف ساعة، واقعيتنا على الواقع جميلة، واقعيتنا على الواقع جميلة. يا جلس وزينة مرات دمينا نضم معاك ونخلي الإعداد اللي كل يوم معانا بالليل، لا يا حبيبي هذه خيانة، هذه راشد يقعد معانا يوم كل صبح ومسية، وانت جينا كل ثلاث ايام من الاسبوع وتبي نخون راشد؟ لا يا حبيبي، لا يا الغالي، لا لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لا 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 لا، ثلاث ايام تجينا ما نخونك يا راشد، لو لا في ما نخونك. السالفه ما فيها الاعداد، قبل شوي طفوا الشاشات، اقول شغل الشاشه، يقول اللي هنا امشي على اللي نقوله لك احنا، واخر شيء اذا جيت بتكلم يرفعون الصوت عشان صوتي ما يطلع لكم، عناد اخذوه عرفتم؟ اخذوها عناد، اخذت عناد، مسكت الشباب قلت سووا ميوت كامله، لو ما شغلوا الشاشات كنت بمسك الشباب نبي نعطيها انسحاب من المطبخ، لكن شفت ان اللي معي واقعيتنا على الواقع جميله، واقعيتنا على الواقع جميله. طف طف عشان ما يجينا خصم منكم. لا طف خلاص، شغل شغل يجيك طف طف الشباب. فلذلك لو تعيدونها والله لاخذ الشباب وننسحب. أنا بس اللي معي مش قاعد الحين من الراتب حق احمد، انا عارف اللي معي مش قاعد الحين ابدا. خيال ليه؟ ليه؟ البزنس اثنين، ابلغ ابلغ الجمهور ان اخر يوم تبي البزنس اثنين يبغى. ليش؟ اذا احمد العوض يجي تتشغل كل الشاشات عشان وش التصريح؟ اليوم اخر يوم تفتحون فيه الشاشه عشان انا فقط، يعني خفتوا من تهديدي. حلو كويس اللي يقول، اجي ثاني مره ما ايه لا لا طافي اصلا سوي فيها بصراحه. طيب احمد طبخك يا احمد، خلك مني وراح نطبخ بصراحه. ايه انا تو قريت. تبي الصراحه؟ تبي الصراحه؟ اني اكتشفت ان ولا واحد منكم قادح، ان ما في قادح برامج واقعيه الا احمد العوض فقط. يلا اقول لك ميوت، خايفين يا خشم يعطونا خصم، ايش تخافون منه؟ حطيه ميوت، حطيه ميوت يا الغالي، انت حددت بس بعدين شغلت على طول. ايش فيك احمد؟ ماني خابس كذا. اقول لك شغله بصراحه انا توي قريت الورقه هذه. طيب صراحه حوارات افضل من حوارات بدون تحيز صراحه. هذا شيء هذا موجود حوارات فعلا، حوارات الواحد يقدر يسولف معاه، ما تقارني يسولف فيها، ماني محل مقارنه مع الفقره دي صراحه. هم كم شخص؟ هم كم شخص؟ من اللي يسولف؟ خمس اشخاص هم؟ خمس انا شخص واحد ولا يسولف. يخرب بيت المرجع اللي فيك، يخرب بيت المرجع اللي فيك. لا لا وين جيتهم واحد وجونا جماعه؟ ما جو عليك يا عبد العوض. لا صيب والله، اسعفهم اسعفهم والله. لا لا خلهم، يعني انتم مقدمين فوق قلب واحد، احنا متسابقين قلب واحد، انتم مقدمين قلب واحد. جامع عندهم سالفه، يا رب الله يرزقهم المحاور. عطهم محاور، عطهم، لازم نعطيكم جو عشان تاخذون عن المحاور. طيب خلونا نرجع شوي مع الشباب اليوم.
محمد سراج يعاملها كمعاملة ايش يا محمد؟ عاملها كمعاملة هذه قلبة مرقة اول مرة هذه مرقة هذا هو طالع والله بيض مقلي والله وش هو؟ صدق راح تاكل ترى باقي 9 دقائق اصابعك وراها نظف انت ايش ذنب ايش تسوي انت؟ خلونا نسحب الهاشتاج وارجع الملح الملح لان وقت الطبخة قليل لانها طبخة بسيطة تعتبر طيب نسحب بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله طيب هل اللي ما جاء الفقرة نسحب له أو لا؟ لا ما بتشوف هل أنتم علموني عشان ما مدام تغيب عن الفقرة عقب له شوف شوف هذا آخر شيء والله أنه اها يعني قصدك اها يعني قصدك بعضها راح اذا اعطيتوه النقاط راح يغيب ثاني مره اجل خلاص خلاص اجل راح اسحب على 2 فقط طيب اسحب على 2 اللي هي 400 فقط إيه لان مستحيل يعني الفقر مو كلهم يكونون اخذين كذا ما وش فائده السحب لا هذيك اسحبها بعد تمام تمام يا خلنا اسحب شيء على اول واحد الحين يلا بسم الله ما شاء الله بسم الله بسم الله اركض 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 اخوي عامر اركض 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 ها 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 الله عليك الله عليك وشو عندك وشو 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 عندك يا اخي الف 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 مبروك فاز معانا في 200 نقطة 200 نقطة نقطة ورا نقطة محمد سراج الله يطول عمرك اي والله تستاهل يا محمد سراج الله يوجيهم اي والله يلا شوي يلا عندكم عاد وصوهم والله ما توصونهم اهم شيء تفوزون يا شباب محمد سراج لبى كبدك محمد سراج وش مكسبك من البرنامج والله اني قلتها من يوم في التصفيات واعيد واكررها مكسب البرنامج 20 شخص لا غير ال 20 شخص لا غير اخويا لا 20 شخص وراء وغيري انا طبعا اكيد كنت بتقول كسبت احمد هذا شيء غير كان الجماهير محبه الجماهير والله العظيم وغير محبه الجماهير يا ولد هذه هي الثمرة والتبرعات اللي جاتها تصدق يعني تبرع ب 10000 درهم اي والله العظيم يا ولد انها الله يكتب لك حتى بالحل ما ما ما, ما نقوله فعلا والله هذا هو يعني شيء مكسب طيب لا يا ذي في يوم انا صرت كنت اتمنى في يوم من الايام اني اصير ذا المكان والناس تذكرني والناس والحمد لله وجيت يعني في المكان تمام هذا هو الزين طيب محمد سراج سلطانك انت عندك يا اخي اشياء كثيره انا من الناس اللي تبعت كذا مره بس عندك اشياء كثيره غير انك تاكل من طبختك هذا شيء ثاني بس حلوة. محمد سراج ما احس ما قدمته للان ما طلعته للناس هذا شيء صحيح والله والله انك يعني ايش في اشياء ما قدمتها وفي اشياء قدمتها شوف انصدمت ان محمد سراج يا جماعه صوته احلى من صوت الموجودين هنا الله يطول عمرك سمعنا محمد سراج ابشر شوف الجنة بس تغيير في مشكله اضرب اضرب تضارب اضرب اضرب ها يا اخي اضرب لا تقول كذا تايط عندك شيء لا خلي وجهك فول ذلحين يقول لك رد اي اضربك ما تضربك يلا اسلم اسميك يلا والله اني تعبان زين ما عليه كلنا تعبانين بس روح طيب اعطني احمد اعطني شيء عشان تشاركني معي توهكت ما شاركك والله ما شاركك هاي اسقاطه تاريخ معي في المطبخ خليك اعطني شيء شاركني فيه غن اعطني محمد سراج يلا سرعه محمد سراج الفقره راحت احنا نقول يلا يلا والله طرف الليل رح رح لا تضحك رح حتى هو مبتلى لا صدقني طرف الليل والدمعة ورا الدمعة والعرب ما درى وش سبت دموعي الله ضيقتي ما تعرف السبت والجمعة ضيقتي مستمرة طول الأسبوع يا سلام الله يا ضيقتي مستمرة طول الأسبوع محمد سراج هل محمد يلقى نفسه في الإنشاد أم بالشعر أم بالتمثيل أم بالطبخ أم بالهبد والمعلومية معليش ترى الهبد موهبة كثير من الناس يجهلها تكلم All in أوه نعم What Why يعني كلها تكلم انجليزي ميت راح اعرف انجليزي والله اول ان واي واي مي بيوتيفول او ماي جاد يس يس لوي واي واي
ماذر كلام انا الف بنت منك. واو يس يو يو ريلي يس نو ريلي ريليين الف يو 1000 ليدي ريلي 1000 اعطيني اعطيني ماي جاد وات ذس اي تدري نو 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 كم باقي وات ذس يو كم باقي لا رجع خلاص صح سبيك انجلش مني بليز صح بو لا يعرف انجليزي والرقم لا خلنا بالعربي لا ما ادري يعرف طلع صدق لا لا 10 دقائق باقي 5 دقائق صلى على النبي 5 دقائق 4 دقائق لا لا واللي خليك يا صار. احمد تعال يمين يا احمد انت ايش فيك احمد صيد سمك يا احمد احس انه صيد سمك لا لا ها آه؟ لا اقعد 4 دقائق اخليكم مع بعضكم خلصوا ما بيشغلكم لان جلسه الحين وناخذ محاور وب 10 دقائق وكلن يسري نظف نظف الله والله موسى فنان موسى والله انا اعترفك فنان مبدع الطبخ والله موسى فنان يا اخي يا خلوا له فقره الحاله موسى شوف يا طير يا طيري وضبتك تدري ابغي لا تعطيني صدى اوكي انا عارف ان صوتي رخيص صدى كانك تهيني بزياده ترى ايش فيك قطعت اصبعك اوه مقلب يبغى له مقلب يعني اوكي حط حطه على اصبعك اخ الله يوفق عدوك يا علي يعني حط انت مثلا المقلب ترجي تسوي المفروض تسوي كذا المقلب مثلا اعلمكم حط على القفاز قرب قرب هنا بسرعه 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 حط هنا شوف يقلب موسى شوف موسى الان موسى يتقدم يا غالي عطه فعل اثنين يا غالي احمد ما هم رد فعل يا مقلب مقلب كفين دراحتك حط علي اصبعك يا غبي مو على قفاز عده ثاني مره حظ اوفر حلو تطلع يا ابو علي ابو علي لا تخرب بعدين تقول لي عيد الحركه يلا يلا واحد تمام انا ثلاثه ليه يعني تقل حاطك مكياج حق الزومبي الله 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 يخرب بيتك شو حبايتك شو هاي دخيو احمد رد فعل عطني شيء معطيك رد فعل بلاش ما هو شيء ما لا لا احمد لا خلي على اصبعك عشان امسك يد انا جيت بمسك يدك برفعها لكن الناظر يضحكون علينا بالله على هذه ما يمديها يا احمد يعني كيف دم من برا جاي دم يعني دم عن بعد يعني الدم والله من داخل طب كان دامك حط دامك حطيت من داخل كان فسخت القفص وعلنك نسيت القفص اي اصبعي انت ما تعرف من قال ترى القفص مو ما تشوف حد يعني الحين ما يشوفون مشكله عاد متفقين انا وياه عليه والله انه يصدق لا لا غلط 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 والله غلط يعني انا كنت ممسك اصبعك وطالع اقول اوه انه دم بس كذا لو يشوفوني يضحكون علي انه دم ايه بغسله بخليه طيب ها كيف وضعنا يلا ها شباب طبعا يا جماعه انا ما ودي اني اشغل الشباب الحين ناخذ محاور لين خصوصا طبخاتهم عشان ما يقولون يا احمد ويا احمد زودت الزيت انت احمد والله احمد اندي احمد فندي احمد فندي احمد اندي احمد اندي ايه اسفهم روح احمد انا الوحيد انت اللي ما اطلبك شيء معين ايه لان يا جماعه انا اقولها صدق احمد احمد يعرف اختياراته ما شاء الله بعد روح الناس اللي يطربني يعجبني صار يا حبيبي احمد خل هذه يكملها محمد وتعال معي طيب ايش رايك احمد انت والمقلب حقك اليد تعال انت والمقلب تعال انت والمقلب ما في مشكله تعال تعال شوف نبي نمشي كذا خطوه خطوه وراح يمشي معانا ان شاء الله اي باقي دقيقه بس خلونا ناخذ صوت احمد لا تعطونا صوت التايمر كله طيب عطنا شيء ونبي نمشي حنا كانه فيديو كليب عطنا شيء بصوتك طيب ونمشي خطوه خطوه يعني هذه طبخه موسى محمد سراج واحمد طيب اسمع عشان الحصان يضبط شعري كيف شلون شعري شعرك ادخل انت بين خشب كم نمزح يلا يلا عطنا ونمشي شعر دجاجه يلا ما عليك لا 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 عطنا صدى تبي يعني حزين تبي ايوه وش رايك ناخذ وش رايك نعلن النهائي شوي لا لا مو تقولي غنم بعدين زين دقيقة انا عشان ما يقطعون صوتك بس يلا عشانك ضيف شكرا ها شفت اني احبك اركض اركض هذا من اليوم قاعد يقرد انا يبيني خسر داري انا خلصت ورطوا ها النظافة عطر التايمر كم خلصت كم اثنين واحد بس لا 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 احمد احمد علي يا فايز والله خلص من زمان اوه لا 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 ليه ليه نظفت ليه نظفت طبخ ليه نظفت
باقي ما خلصوا لواني ما نطلب هناك شواني لواني ما نطلب والله حسافة ما جونا رجالي أحمد ها؟ لا ما بيجي لا هذا ذوقي حار سمعني هذا من اليوم كذا بفهم منها أنا أحس إنها طيبة أبوي هذه إيش إيش علمني علب علب بسويها بالشقة عندي شكشوكة بالمرق علمك عليها؟ إي والله افتحني يوتيوب لا خليني ناخذ نتمشى ما راح تكون في جلسة راح يكون الحين النظام أخذ المحاور شيء مختلف بدل ما يكون جلسة جلسة راح يكون شوية تمشية مرة بغير يعني باخذ متسابق أمشي أنا يعني لف كذا نخلص من المحور ونرجع واخذ الثاني وبعدين نفس الحكايه ايش رايكم وبعدها نعلم على ما يقيم ابو علي يلا الان ابو علي جالس يقيم المركز الاول لنا يلا خلاص ما بعد بس الحين وبعلي خلاص نترك وبعلي آه تعال احمد معاي احمد معليش تعال معاي اول شيء خلونا نسحب دقيقه وبعدين اللي يسال يقول امس ما سحبت على اللي موجود كنت بسحب على اللي برا عادي من ناحيتي انا لكن من الاعداد تم الرفض ما اقدر اسوي شيء الا في بعض الاشياء تكون عندي يعني لها حدود ولا من ناحيه وليد ودي اسحب لكن يمكن على عسى يفوز بالسحب اللي بحسابي يكون بعد العصر او شيء طيب خلنا نسحب الحين الحين اسحب شخص واحد فقط يبقى 200 راح اوزعها هناك ان شاء الله يعني مع ال 300 يعني راح ان شاء الله اوزع هناك بطريقه تكون انديها يفوزون فيها اغلب المتسابقين مو بس اللي هنا تسلم ابو علي يا احمد يا خلك لا تطلع الجوله لا تطلع الجوله والله ما سويت شيء من احمد اها شوف يا احمدين ترى الله يعافيك يا ابو علي يا بعد روح انت والله من بعدك والله طيب مبروك اتوقع انك اخذت 200 نقطه احمد اتوقع الحين اخذت دام يسميك شلون ما اخذ اتوقع دام يسميك شلون دام كسمي والله انك اخذت 200 نقطه ياه يا قلبك يا ابو حميد يا قلبك الله يسعدك طيب احمد طيب بالله عليكم معانا بس لا عليكم امر راح ناخذ الحين الحين 200 نقطه اخذ هذا باقي 200 باقي 200 اللي هي المفروض يكون اربعه تمام انت تسحب لثلاثه على ثلاثه واحد ما يفوز يعني لو الموجودين ثلاثه ما اقدر اسحب على ثلاثه لازم اسحب على اثنين لان الرابع استبعدوا قال ما تقدر اسحب عليه فهمت دقيقه الان اذا فزت في المطبخ شوف راشد معي هنا ناقش بكل شيء يعني لا بس انا بسالك سؤال انا فزت في المطبخ تمام خويي وليد ياخذ نفس النقاط صح ولا لا لا ما اعتقد هلا هذا الا من اول كذا يتاكد يقول يتاكد لان راشد اللي ماسك الان من اول كذا لان في بعضهم ايش قال اذا مش بظرف لا يعني اذا الظرف قول مثلا طالع 24 ساعه تاخذ في بعضهم قالوا اذا هو غايب او شيء يعني لا ظرف مو عادي لا غايب راح اللي مهم انا ما ادري اهله مهم انا ادري وين رايح بس اتكلمك عنهم هم هذا ما علي انا اجي اقدم الفقره النقاط اللي معي اعطيها الاشياء اللي اعطيها تقسيم النقاط مش عندي اوكي احيانا ممكن لو اتدخل فيها تكون لكن يعني راح حتى ياخذ نقاطه ترى لو انه ما هو لازم يعلنونها بالهواء راح ياخذ يتناقشون فيها مع الاعداد يسجلون يكتبون لا بس على اساس اذا كان كذا تسحب التاك ما ادري عاد هذه والله عند الاعداد هذا انا اكون معك صادق انا اللي عندي نقاطي والسحب فقط ونقاطي انا اللي اتحكم فيها اللي هي اسويها بحسابي اسحب على الناس فهمت كيف؟ باقي جي... عندك 600 اي هذا غير هذه لي انا شخصيا يعني طيب انزلها مثلا وتنزل جميع طيب في اي اسئله ثانيه طيب ايش رايكم تاخذون ورقه؟ دقيقه اعطوني قلم واعطوني حققوا معي تكفون روحوا راشد راشد هذا هم اليوم على يدنا ترى هو اللي يعطي لا ممنوع نعدي باب الاعداد ها؟ يعني لا لا راشد لا هو قاله يا اخي يقول خلهم هم يجون ركزتوا معنا هذا عشان موضوع الفوز لا بس احنا نسال في محور النقاط والتحديد شباب أحمد شباب احنا فهمنا احنا نسال في محور اللي هو المطبخ نفس الوقت بعد انه لو راح صل على النبي صل على النبي لا الفقره كلها راحت اسئله وكذا ركزوا معاي عشان بس تفهموا حتى لو جاكم مقدم غيري والله يعني
الان منافسه حتى لو جاك منافسه حتى لو جاك مقدمه بعلمك ايش دور المقدم عشان حتى اللي بالشاشه يفهموا عارف لان في بعضهم حتى لا ما تعرف لا المقدم بعلمك المقدم طبعا المقدم دوره يا موسى انا ادري من حقك هذه نقاط عارف المقدم دوره يجي يقدم فقرته وبطريقته الخاصه النقاط يسحب عليها بطريقته الخاصه يقدر ترى من حقه ترى حتى النقاط يقدر يقول ما بيسحب بيعطيها فلا بس الافضل انه يعني للانصاف وبعيد عن انه يسحب عليها تمام تقسيم النقاط تدبيلها توزيعها ما تشوف كل مره تدبل مش المقدم اللي يدبلها ترى الاعداد اجي القى لي لسته جديده كذا كذا اتعامل معها بطريقتك انت كمقدم بهواك فاجي انا اتعامل معها اوكي انا سؤالي انا اللي علي اني اسحب زي الحين سالت انا سؤالي لان كان معي خويي ولي والفتره الماضيه كان يعطون اللي معها خويه هذا شيء ثاني بحيث انه اذا كان كذا يحق لي ان تسحب نقاط تسحب على التالي انت الحين زعلان انت على اخويك وليد والله على النقاط لا مو زعلان عليها انا قلت اذا لا يعني على انه ما اخذ نقاط يعطى لا لا يعطى اسحب التاج تسمع تسحب التاج من 200 الثاني بعد ال 200 الثاني الثالث ايش المشكله دام انها يعطى نقاط المطبخ الفايز فهمت علي طيب اكل طيب قول لي هنا يقول انتم ثلاثه كيف بكون يكون السحب ثلاثه فهمتم تركزتم مو عادي اذا طلعت الوليد الله يوفق يعني خلاص بدون لا بدون سحب اوزع لكل واحد 200 200 فهمت ما وش فائده السحب عرفت كيف ولا انا اقصد اذا كان باقي انا وليد اذا طلع انا ولا وليد الله يبارك له عاده المطبخ يسحب لثلاث عليك نور اذا طلع عندنا سؤالك هذا من تكلم له تكلم لمين لا بس انت مقدم الفقره مقدم ايش قلت انا يا مقدم الفقره قبل شوي قلت انه راح اسحب على اللي برا حتى اللي برا قال لي بالفقره هنا مقدم قال لي لا انت يا احمد قال لي لا فهمتني والله يعني تناقش فيها مين يعني ما ارجع الاساس النقاط نقاش انت معد عندك عليك انت معد صح انت انا مقدم عفو هو عنده المعد عندك انت المقدم عندك اليه الفقره كلها لا 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 مستحيل من يقول الشيء هذا المقدم المقدم له كيف يديرها يا موسى انت كويس انك سالت السؤال هذا من حقك برضو عشان يفهمون المقدم له كيف يدير الفقره بس تدخل كيف عندك يكون. النقاط وعندك كل شيء والاله عندك فيه مش هذا ليش هذا ليش ليش هذا اذا طرا هذا ليش هذا اربيز ايه لا سو فهمتني كيف يعني زي الحين انا كنت بسحب على وليد انا بالعكس ودي اعطيهم الشباب حتى قلت حتى امس معنا قالوا لا واعطيتها عامر باقي كان عامر باخذ قلت بسحب قالوا لا ما ادري ايش من الكلام امس يعني كان ثلاثه امس كانت ايوه فقلت خلاص اعطوها كذا بعدين جو ناقشوني قال لي احمد ايش فائده السحب اذا على كذا مش حد احد يشارك خلاص يعني مثلا اعطيك طيب مثال دام انك سويتها امس ليش ما ناخذها اليوم قالوا لي لا اسحب اعندهم من حقنا خلاص روحوا لهم مش تروحوا لي انا اذا صارت امس نفس الفكره هذا اللي نقصده عليك نور روح لهم طيب انا ليش كنت بسحب ابسحب على ثلاثه فقط 200 قلتها لكم اول فقره 200 200 200 سحبنا معك اول فقره ايش قلت ما قلت 200 200 200 صح وش جاني رد قال لي لا بس اذا صارت امس من حقنا احنا اذا صارت يا موسى افهم انا ما عندي مشكله بالنقاط احنا خلاص يعني نشيل النقاط من عامر وشو تبغى نشيل النقاط من عامر عشان لا ما تنشال اذا اعطيته ما تنشال ما ادري عنك يعني موسى انا بفهمك بس الطريقه انك لما تناقش اللي قدامك هذه ناقش فيها الاعداد من حقكم انا لو بكيفي يعرفوني حتى الناس أنا اوزعها النقاط كلها انا كمقدم عندي نقاط معينه خلاص يا الاعداد لا انا مقدم عندي نقاط معطاه منها من بدايه البرنامج انا امشي عليها اي ظرف استثنائي شيء ثاني ما عندي مشكله ما تفاهم فيها الاعداد لكن انا عندي انا ثلاث سحوبات من التاج خلاص انا حقي تمشي غاب واحد ان شاء الله اثنين احيانا انت تقول تمشي الفقره لو غاب اثنين تمشي انت عندك اليه من البدايه تمشي ما عليك من احد انت طلع. تمشي على اليه بالبدايه هذا يعني خلاص يعني مثلا خلاص هي 600 مثلا جوني اثنين اعطيهم 300 خلاص وكذا نقفل الوضع ولا احد يشارك بالتاج ولا احد يسحب هذه لا انت تمشي يا موسى افهمني تمشي على 200 السحب معروفه كيف 200 ما تقدر تعطيه 300 انت ماشي على 200 انا اقصد الاليه من بدايه البرنامج خلاص يعني هم اثنين معي اعطيهم 200 200 يعني كذا خلاص اسحب من التاج جاهم خلاص اعطيهم 200 200 وجمهورهم ما يشارك ولا يتحمس على آلية الغياب أنت فاهم آلية السحب أو مش فاهم فاهمة بس آلية الغياب ما لنا دخل فيها صح كيفهم أنت أسحب أنت تقول وليد طلعت الوليد الله يبارك له أعطوه ما أعطوه خلاص أنت بس أنت بتسحب على المقصد أنك تسحب على ثلاثة زي الآلية اللي أنت بدأت فيها بداية البرنامج حتى الآن على ثلاثة تمشي على ثلاثة موسى الغائب غائب موسى معليش موسى بسك سؤال
يعني اوكي انا احنا جالسين نحل لنا موضوع دخلنا موضوع ثاني. طيب افرض سحبت وطلع انا مو من حقي اخذها. كيف؟ افرض سحبت وراحت للوليد. انت بديت الحلقه قلت طيب واذا سحبنا وطاع وليد نلغي السحب؟ لا يستاهل بكيف انا عجزت افهم هل دقيقه فهمني لا انت قلت احمد افهمني انا عجزت انت تسحب على ثلاثه يوميا صح؟ الحين انا موجود انا فاهم انت فهمتني؟ انا فاهمك كم موجود؟ كم موجود عندي هنا؟ كم موجود؟ كيف موجود؟ كم موجود شخص عندي؟ ثلاث أشخاص سؤال في كيف اسحب على ثلاثة؟ لا اسحب على الرابع بعد هاي هذا عندي انا صح؟ تمام انا يا شباب هذا المقصد اسحب طلع موسى ولا افهموا وليد افهموا ردي تقسيم النقاط وتقسيم الامور هذه انا اتخذ اشياء من راسي تمام حلوين بعدين يوافقون عليها زي امس قلت له واخذ جاني قال لي يا احمد بعض الاوقات لا جوني هل انا لما اقول لكم هل احمد معترض على النقاط لو كيف ياخذون نقاط صح وانتم عارفيني بشيء هذا موسى كلامه من اليوم انا على عيني وراسي موسى من حقك كمتسابق ومن حقك انا توي متسابق تمام لكن لا تيجي انت جالس الان توجه كل شيء انها مشكله احمد لا فهمني اول جواب لا موسى فهمتني موسى قلبي اول شيء موسى الغياب ما هو اسمع الغياب ما هو انت مسؤول عنه صح ولا لا جاء ولا ما جاء انت تمشي فقرتك ما عليك من اللي غايب صح ولا لا صح طيب ايوه طيب انا المقصد انت تسحب على ثلاثه ما سمعت انت تسحب على ثلاثه الان الغايب جاء عليه بكيفه طلع وليد الاعداد سجلوها ما سجلوها بكيفهم ان طلع موسى طيب انا موجود فهمتني انت عاده يوميا تسحب لثلاثه يعني فهمت يعني انت اسحب لثلاثه جت عليك والله جت الوليد تلغى اي جت عليك تاخذها جت عليك كيفهم الوليد يبغى يحسبون هالاعداد لانه اليه الغياب دائما كل ما نكلم معد او شيء يقولون عند الاعداد خلاص طيب ترى او مكرر امس سحبوها مكررات لا مكرر انا يقول راشد بنفسه يقول ايه راشد كل يوم له قرار مكرر عادي طيب جتهم جت محمد وهذا وباقي موسى ووليد ولو جت على وليد ولو جت على وليد اللي غصب تمام وجت على اي احد اعطيني قاطه انا اول كنت اكرر بعدين قلتوا لي ملغي ايام سالم فهذه فلذلك انا مقصدي الكلام اي شيء يصير بالمطبخ والله انا عارفه فهمتوا انتم انت فاهم اكيد موسى غريبه لا انا معلش موسى لا مو غريبه موسى يا اخي الغايب مو عند انا ما اتكلم عن هذا موسى انا ما اتكلم غريبه منك انك ما انت عارف من اللي يتدخل بالاشياء دي انتم معلش بعضكم قدام باب الاعداء احنا نعرف من اللي يقسم ومن حلو. اللي يعطي المقدم يجي يعطي ويمشي ترى حلو حلو زي الحين ايش قال منك قال قلت غريبه علي طيب انت بنفسك مستغرب ليش امس كان في اليه وجمع اليه بالعكس تلومني انا وانت كمعد مستغرب ليش تلومني موسى يا اخي الاليه تتغير مو اليه خلاص خلاص يا معلش راشد اذا الاليه لا تتغير والظلم تشوفونه رجعوا ليش رجعوا النقاط اول حقته ما تبخلوها 300 ليش ما اعترضتوا يوم زادت وش الزياده لا هي اليه برنامج كامله هذه خلاص خلوها 300 اول ولا تتغيرون ولا شيء 300 كيف يعني 100 خلاص الحين خلاص على فهمت انت لا 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 من حقي اني اتفضل من حقك عند الاعداد لا ثلاثه تسحب يوميا هذا مقصدي النقاط اللي عندي اسمع احمد النقطه اللي حاورتك فيها ما عندي اللي هي اللي هو ثلاثه تسحب من التالي انا تدري ايش كلامي كله على المحاور انت جالس تناقش مقدم احنا هنا قناه طيب سامي دقيقه مالك القناه دقيقه مالك القناه مدير القناه اعداد القناه مقدم القناه الاعداد ليش والمقدم ليش هو يتخذ الاجراء سواء عليك نور ليش تناقش احمد يتخذ الاجراء يا اخي فاهم والله فاهم روح ناقش بس انا اقصد يسحب على ثلاثه طيب سواء زياد انا ولا وليد روح ناقش طيب الحين تسحب على الثالث صح خلاص نسحب على الثالث خلاص بعد ما يسحب هذا هو اللي انا ما علي من السحب انا اتكلم وش موسى هذه لك انت نصيحه كاخ والله فاهم وعارف كل شيء سواء جاك مقدم هنا مقدم اي شيء يصير حتى لو زعلك المقدم بالنقاط صدقني ناقش الاعداد فيها الاعداد ليش الحين تدري كم شخص ست اشخاص الان معي من حقي ومن حق الجمهور من حقك انا ما اقولك يا ولي ما اقولك مو من حقك يا اخي هو انا اقولك من حقك ومن حق الجمهور بس تكون الصوره بس قصدي الصوره عشان الجمهور مو من حقك الان معليش اعطيك على بلاطه تمام الان معليش بسبه النقاش هذا اللي من حقكم ركز نقاش هذا انا اقول الان بالعطني هنا الان النقاش هذا من ابسط حقوقكم انت متسابق وتبغى نقاط وتعبت لكن انت معلش بالنقاش اللي انا جالس افهمك من اليوم انك انت جالس تناقش المقدم الان عطلت المقدم عطلت محاوركم جميع حلو
تمام ركزتوا على هدف حلو. اخرتم الفقره فانت جالس تناقش شخص مش مخول مو ذنبي يلتغي السحب يا اخي يا اخي صل على النبي مقصد كلامي وش الموسى وانا اخوك السحب الثلاث انا اتكلم فيه شباب فقط لا غير احمد يعني مقصد دقيقة احمد والله انت رحت في ديره وانا انا يا قلب اخوك انا ما اصلح لك وانا ما عليك مني انا معك السحب الثلاث ابي بس السحب الثالث تبي تم انا بعطيك الان راح تقريبا كم نص ساعه او ربع ساعه الان تقرير انتهت الفقره الا غت على ايش دقيقه ببين لهم قبل اسحب ببين لهم بس اسلم صل على النبي في احيانا اوزع ثلاثه مقصد الكلام موسى ناقش احمد ابى اعلمك ركز عشان تفهمني انت ويفهمون الجمهور اقسم بمن احل القسم من حقك انت كمتسابق لو ربع نقطه تزعل وتبكي عليها معلش انا اول كنت نقطه واحده والله انا يمكن بصيح عليها بس ما اصيح قدام الشاشه ركزت بس من تناقش فيها المسؤول ركز المقدم عنده هنا يجي محاوره محاور محمد سراج محاور احمد محاور فلان فلان يجي يحاول يطلع موهبتك الداخليه يطلع الاشياء الداخليه عندك مش جاي اننا فقط يعطي نقاط ويمشي مو هو اللي يقيم اكبر دليل حتى المقيم شيف معناها ايش واضح ان المقدم ايش دوره قدم يجي يطلع من المتسابق الان يوم اقولك يا موسى وكل شخص انت اذا عندك شيء الان راحت الفقره كلها على نقاش وضاعت محاور اخوياك وضاعت الفقره لا مو ذنبي يا اخي ما اقولك ذنب عادي اقول لك لو سمعت كلامي من البدايه وانهينا ورحت عند الاعداد قلت ابي حق راح يعطيك نقاط حلو اسمح لي بس راح يعطيك راح يعطيك نقاطك وليد مره اذكر راح عند سالم اذكر كانت في نقاط قال لي يا احمد قلت هذه عند سالم كلمني سالم راح عند سالم وتفاهموا وما ادري كيف قال لي ونقاط اللي قبل كم اعطاه اياها سالم من حقه اللي وزع النقاط حتى الان دقيقه الان معليش لان الحين الفقره محدده بوقت تمام انا معاك شيء عندك ما اقولك ليش تطالب يا موسى بس انا اقولك انت كانك معليش كانك بس انت طلعت هذه الحين كاني انا ماخر المحاور ايش ذنبي كل يوم انا جالس افهمك من اليوم انا ما لي علاقه لا بس كل يوم تسحب على ثلاثه ايش ذنبي اذا كان واحد غايب ليش تسحب على ثلاثه فاهميك الغياب مو علي انا موسى انا اقدر موسى انا احتراما لك اخذ واعطي معاك بس والله اقدر اقولك مولاي مالي دخل واكمل لانك من معزه اقدر اقول ما له علاقه واكمل وانا من حقي اني طالب اني انسحب على ثلاثه يا حبيبي طيب. طالب بس الطالب المفروض انك طيب عكا بلاطه طيب انا اروح عند طيب المفروض انك رحت انا رحت عند راشد قال لي خلاص لك 200 طيب ايش ذنب اللي قاعدين الجمهور اللي قاعدين ينتظرون لاحمد يسحب التاج وطلع موسى تعطوني اياها هنا في الاعداد المفروض يا الله موسى انت فاهم المفروض مقصدي. المفروض والله اني فاهم موسى اني فاهم بس ترى في صوره لازم تطلع موسى موسى اسمعني اسمعني يا اخي لا تفهم اسمعني اسمعني دقيقه اسمعني خلينا عشان انهي النقاش اسمعني المفروض انا ما اقول لك انت انا اقول لك شيء تقولي من حقي يا ناس انا ما قلت مو من حقك اقول المفروض انك سمعت كذا رحت على طول للاعداد انا سامح لك لو تقول احمد على ذنك دقائق امس عايض قال لي ابو عوض دقيقه خمس ثلاث دقائق وجايك وين راح راح للاعداد كلمه عن موضوع ورجع لي انت كان قلت على ذنك وجيت تلقاني خلصت مع محمد وتلقاني خلصت وضحكنا بس انا معليش انا احتراما لك ما تلتغي تاج واحد ينحذف سحب واحد ايش ذنبك يا عيال انا اقول كان رحت ناقشت وجيت يا نقاش خلاص نسحب على الثالث رضا وتنك يلا لا لا هو اليه الفقره تسحب على ثلاثه عادي مو اليه لا تقول اليه معليش اليه ما في احد اليه انا اجي كمقدم وموقع عقد وموقع بشروط اجي اول ما احط رجلي بالاعداد البس الاربيز يعطيني ايش اشياء اليوم هذا هو يعني في ازدواجية يعني في ازدواجية من المقدم للمقدم في توزيع النقاط هذه عندهم ما لي علاقة فيهم أوكي. قلت روح ناقشهم روح قل لهم ليه وما ليه انا ما اقول لك تناقش من حقك يلا خلونا نسحب على الثالث خلاص نسحب ثالث طيب لو جت مكرر طيب نحدث جت على وليد البحيه استاهل 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 انتهى خلاص تمام ما ادري خلاص راجع يقول ما طبعا ما ياخذها الا اذا عنده طيب خلاص خلونا نعلن النتيجه شباب انا عندي طلب وشو تم من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل تم تم أبشر
والله تم ابشر بساعدك. لا شوف اذا اقدر علي بس ابشر يعني من معزك. انا جتني 200 نقطه حلو ابيها تروح لابو التاب. لا 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 يا اخي هدي اخوي دقيقه حق موسى من حقه عادي انا من حقي بعد اني اهدي خوي صح ولا لا؟ لا خلاص اسمع مني انا من حقي اهدي خوي انا وياك نتكلم عند العدة. لا قول للراشد كلم راشد احمد قول له يصير احمد يعطي ال 200 يا اهل البزنس كفو هذا البرنامج برعاية الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوة في يا هلا البزنس كفو في الصدقة الجارية بالبلد الحرام أجر لك في حياتك وبعد مماتك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم. الصدقة بركة تدفع عنك البلاء والهموم والغموم وتطفئ غضب الرب. تصدقوا تجملوا مع أنفسكم في هذا الوقف الكريم. بذل العطايا لا دمي خير معروف والعمر يفنى والليالي قصيرة والمال لو تعلم ترى المال مخلوف أجره يظلك من شموس الهجيرة. كيف تكون لي صدقة جارية في مكة؟ إيه دورت وبحثت ولقيتها بسيطة. وقف الصدقة الجارية بالبلد الحرام وقف باقي إلى آخر العمر وصدقة جارية حتى بعد الممات. يقول لك يوم تحط تبرعك في الوقف الوقف بيتصدق عنك المحتاج والأرملة والمسكين في مركز المضيلف. لا وكل شهر وكل سنة وطول الحياة وحتى بعد الممات. ما يفوتني ولا يفوتكم الأجر ولا تفوتنا الصدقة الجارية. هذا العلم سلامتكم. تخفيضات غير لشهر الخير من 10 حتى 70% في قصر الأواني في جميع معارضنا حول المملكة والمتجر الإلكتروني. الطيب يجمعنا تخفيضات 50% من الدخيل للعود. اسم تثق به. خصم 20% ولمدة 3 أيام في جميع فروع حلانا غير. اختر اللي يعجبك من المعجنات والكيكات وأصناف متعددة من الحلويات وترانا موجودين بجميع برامج التوصيل. حلانا غير يجيك لين بيتك. مشتاق لك للأولين. ايه يا زين يا مول اللحم دايم طازج وكل قطعة منه تقول الزين عندي تطبخ على قلبي. ولا تنسى البهار وضبط لي الكشنة. أوه عاد لو تحمر هالحمات الذايبة نذوب معها يا شيخ. ترى الموضوع مو بوهم ولا خيال. الناضج قدم لك لحم الطيبين
بنفس طعم وطبخ الأولين، متوفر الآن بالنفر. أطلب من الرقم الموحد أو تطبيق الناضج الآن. لحم الطيبين، لحم مدوزن، الناضج أطعم لك. الخطوة لها أثر والكشخة لها عنوان، ومهما اختلفت الأذواق هيبة دائما يرضيكم. في قلب الرياض جيناكم بالتشكيلة الشتوية الفاخرة، بتصميم مميزة وبجودة وفخامة ما يختلف عليها اثنين. فخامة لك ومن يعز عليك. الطلب من موقع هيبة الإلكتروني، خصم خاص لمتابعين قناة الواقع باستخدام كود البزنس. كل اللي يحتاجه الرجل لعنايته الشخصية، كل منتجات المرأة لجمالها وعناية بشرتها، أفضل الماركات العالمية وماركات خاصة حصرية تلقاها بتطبيق واحد أينما. أكثر من 25 ألف منتج للعناية والجمال، حمل التطبيق. هذا البرنامج برعاية الحماس من البداية، لين تتويج النهاية، للتحدي فيه راية. يا هلا البزنس كفو، هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تزين القوة، في يا هلا البزنس كفو. هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تزين القوة، في يا هلا البزنس كفو. بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد، كلنا صايد وفايد. يا هلا البزنس كفو، ضونا كل وقت حية، عامنا بشاذلية، ضيفنا يالله حية. يا هل البزنس كفو، من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة، عالم البزنس شطارة. يا هل البزنس كفو، الحماس من البداية لين تتويج النهاية، للتحدي فيه راية. يا هلا البزنس كفو، هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تزين القوة، في يا هلا البزنس كفو. هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تزين القوة، في يا هلا البزنس كفو. بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد، كلنا صايد وفايد. يا هلا البزنس كفو، ضونا كل وقت حية، عامنا بشاذلية، ضيفنا يالله حية. يا هل البزنس كفو، من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة، عالم البزنس شطارة. يا هل البزنس كفو، الحماس من البداية لين تتويج النهاية، للتحدي فيه راية. يا هلا البزنس كفو، هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تزين القوة، في يا هلا البزنس كفو. هلا يا هلا في كل
قلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو طونا كل وقت حية عامرة بشادلية ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو طيب مرحبا فيكم نبي نعلن الفائز الحين ان شاء الله كانت فقره باذن الله حلوه خفيفه لطيفه عليكم باذن الله تعالى قبل نعلن الفائز اليوم بسمع الشباب تعالوا معانا هنا بسبب الجنه طيب الفائز يعني تقريبا واضح الفائز وانا كنت اللهم صل على محمد عارف وش طبخه وش اللي عنده وش اللي ما عنده فأول شيء قبل لا أعلن الفائز نعتذر عن أي خلل أو خطأ أبدر مني أنا أحمد أو شيء أو تقصير اليوم لذلك اليوم معنا الفائز كالعادة موسى لأن أقولكم أني أعرف طبخة ما شاء الله تبارك الرحمن أيوة طبعا الشباب برضو 90 موسى نسبته 95 يعني 5% فقط فالفائز موسى اليوم وهنا نوصل إلى ختام فقرتنا يا مساء الخير والنور الله يعطيك العافيه يلا فمن الله شباب يلا فمن الله وجهك يلا الله وجهك يلا الله وجهك جيب عصير كأنك باتمان ها اسمو شريط النجاح وشدوا الهمه الروح والعزم نبدا والله الباني معادل القمه انا وش قلت لك ما راح تفوزوا ما راح تفوزوا انت النظافه يا رجال اي نظافه بس بالطبخ شاب الفول انا اللي طايح برا وقاعد اذا فول مرق والله فول مرق والله انه فول بس لي كثره الطماطم شوي تدري ايش ما الطماطم اخوان زعل هذا يسمونه قرص البيض قرص البيض اسمع ونعم والله ما شاء الله تدري وات كم ما خسرت صح في المطبخ ما اظن خسر انت الا مره واحده انت مره واحده هذه يا سلام اسمع تبي تتنح على ما انت عليه يقول الفول يتنح خليك متنح كذا داج داج نشوف كل يوم اكله عشان كذا عشان كذا انك اللي يسمع في الحين يقول لنا اكله دايم
ما ادري عنك، تقول لنا اضبط الفول. بعد حي يا بعد حي وبيتي بعد حي بعد حي جيب الديو يا بعد حي يا جعلك تدخل الجنه قول امين. جيب الديو يا بعد حي شرب عزك خذن كله يخرب بيتك خذن كله يخرب بيتك انت يلا لا 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 ها انت تحب البابس شو كريم كريم شو اسوي يلا حيهم الله يسلم شلونكم شباب انا لك الخير يعني شوي واخر عادي 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 عجبت البيبسي قلت عادي يا رجال تندفن في التراب خل عادي احمد ربك ذا باركي بالله اي والله يعني عادي يعني عادي عادي طيب عشان جبت لنا المشروب لا شباب اخر شوي اخر شوف لو ما تاكل بعد افضل ترى روح هناك والله اي روح لسناك خلي عطني احمد احسن واحد في العالم بس يلا احمد رجل طيب عرفت تعال ربهم تعال خلاص لا 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 تعال خلاص سلامات شل الناس هذه هذا ما يعرف المزح ايه يا ابو سراج يا ابو هجوس ايش تشتغل يا عم معك هادي يا رجال يا عمي تمغطنا بحيط راب قلنا بس عقب ما سحبتها قلت عادي تعال لازم اشوف شجاعه خوي هل هو معي ما هو معي ضدي معي خوي هو معي يعني شوي ولا كثير والله مياو هذا خرجتها معك خوي يا ربع انت اعلان تسوي اعلان اسمع ما سوينا يعني بالله يعني دقيقه هذا اللي جابها احمد يعني هذا حتى القطو يعرف يعني وقفت على